زوجي يسكر ويدخن، وعندما يأتي إلى البيت فإما أن يحضر معه من أصحابه السيئي الخلق مثله، أو يضربني أنا وابنتي، وأحيانا يخرجنا من البيت، وربما سهر وتركنا وحدنا في البيت، وأنا خائفة على نفسي وابنتي منه، فهل يجوز لي في هذه الحالة طلب الطلاق؟ لما أعلم أنه يحرم على المرأة طلب الطلاق لغير سبب، وهل إذا رفض يجوز أن أطلق منه بحكم القضاء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي يدمن على شرب الخمر والعياذ بالله، ويسكر ويسهر ويصاحب الأشرار، هذا لا يصلح أن يكون زوجا للمسلمة المستقيمة، لئلا يؤثر عليها ولئلا يضرها كما ذكرت السائلة من تصرفاته القبيحة. فلها أن تطلب الفراق عن طريق المحكمة، عن طريق المحكمة الشرعية، والمحكمة تنظر في هذا الأمر، فإن طلقها وخلصها من شره، وإلا فللمحكمة النظر في هذا الأمر ورفع هذا الحرج عن هذه المرأة. نعم، أحسن الله إليكم.